باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في آية في إنجيل يوحنا في الأصحاح الرابع السيد المسيح بيقول لتلاميذه ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الحاصد والزارع معا. الحقيقة الآية دي فيها معاني مهمة كتير، أنا بس عايز أشاور على معنى واضح جدا في الآية اللي هو لحظة الحصاد. في فرح، في إحساس بالفرح في حياتنا اسمه فرح الإنجاز. الفرح ده بيمر علينا كتير وبنحسه كتير، لا مش كده وبس، سعينا في الحياة دايما بيبقى هدفه ان احنا نوصل للحظة دي، ان احنا نفرح بما انجزناه. الطالب بيفرحه لحظة انهاء مهمته الدراسية، لما بيمتحن مادة معينة كان قلقان منها، أو بينهي دراسة في سنة، أو بينهي دراسته عموما ويحصل على الشهادة. في الوقت ده بيمر باللحظة دي، لحظة الفرح بالإنجاز. الحقيقة ده احتياج إنساني مهم جدا جدا جدا، وبيحتاجه الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته. أنا اتكلمت عن الطالب، لكن حتى الطفل اللي لسه بيتعلم المشي لما بيحس إنه قدر يقف على رجليه ويخطي خطوة، بنشوف على وشه، بنشوف على ملامحه رغم البراءة شعور بالإنجاز، وبيحس إنه فعلا فرحان. وحتى الشيخ الكبير اللي طموحاته في الحياة قلت جدا، لما يحس إنه قدر يركز ويؤدي مجموعة المهام البسيطة اللي مطلوبة منه، انه يأكل نفسه او انه ياخد ادويته في معادها، لما يحس انه انجز المهام البسيطة دي يحس انه فرحان. وهكذا كل انسان في مجال عمله، في مجال علاقاته، في مجال سعيه لأهدافه، وفي حياتنا الروحية، الواحد دايما بيحب يحس انه فرحان بالإنجاز. خلي بالكم الآية هنا بتقول لكي يفرح الحاصد والزارع معا. اللي زرع وقعد فترة طويلة بيعمل كل الخطوات المطلوبة يحس بالتأكيد بالفرح في لحظة الحصاد. الإنسان اللي هيدخل عشان يحصد أيضا بيشعر أنه خلاص هيتمم مهمته وياخد أجرته. شعور رائع، بس ازاي نوصل له؟ ازاي نضمن ان دايما يبقى الاحساس بفرحة الانجاز احساس حاضر دايما في حياتنا وفي كل خطواتنا؟ شوفوا كده ببساطة، عشان اوصل للحظة دي لازم اتمم الخطوات المطلوبة. اي مهمة عشان تنجح لازم ابذل فيها جهد وتمم فيها العمل. اعرف ايه المطلوب، اعرف الأهداف بتاعتي إيه، أعرف الخطوات اللي لازم أنجزها، أبقى قابل من الأساس مبدأ التعب. إحساسنا بالتعب وإحساسنا بالمعاناة لو شفنا اللي وراه اللي هو الحصاد والثمر هناخد دفع قوية عشان نتقدم للأمام ونتعب ونبذل كل جهد عشان نوصل للحظة الجميلة المطلوبة اللي هي لحظة الفرح بالإنجاز. خلي بالكم السيد المسيح على الصليب قال قد أكمل، ولما جي يصعد إلى السماء وحسس أنه أنهى المهمة حس بكل مشاعر الفرح، وهو بيقول للتلاميذ وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ومعلمنا بولس الرسول رغم انه كان عارف ان في وثقا وشدائد
تنتظره، إلا أنه نشغلهوش الأمر ده، إنما اللي شغله أنه يتمم، أنه ينجز مهمته بنجاح. وقال كده: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأكرز ببشارة نعمة الله. إحنا فعلا محتاجين أننا نعمل كل الخطوات سعيا للوصول إلى أهدافنا عشان نحس هذا الإحساس، وهو إحساس الفرح بالإنجاز. كل سنة وحضراتكم طيبين.